الجزائر على صفيح ساخن بسبب الرئيس الزومبي الحي الميت المترشح لولاية خامسة. الحديث هنا عن عبد العزيز بوتفليقة. جزائريين باغين رئيس حقيقي ينتج لهم من الفقر والمعاناة ومن مستنقعات الفساد واستغلال ثروات البلاد وحتى الحقرة التي استمرت لما يزيد عن 20 عاما. هذه الفكرة جابها طلاب وغيرهم خرجوا أخيرا للاحتجاج حاملين شعار ارحل أو نرحل، وداعين إلى عصيان مدني للضغط على المجلس الدستوري باش يرفض ملف ترشح بوتفليقة. بالمقابل يصر الحاكمون في الجزائر على تحقير الشعب والإرادة دياله، وصرح مدير حملات بوتفليقة بأن الرئيس اللي في عمره 81 سنة غادي يقدم طلب رسمي للترشح في 3 مارس المقبل. أما الجيش الجزائري فقد أعلن الغضب دياله من الحراك الشعبي ضد بوتفليقة، كما جاء على لسان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، واللي قال أن الحراك ظاهره يتغنب بالديمقراطية وباطنه مشبوه، وربما نسى بأن الجزائر بحكم غنى ثرواتها من الغاز والبترول كان الأولى أن يعيش شعبها في رغد وفي نظام ديمقراطي. فالجزائر كتضم ثروات طبيعية أخرى غير النفط والغاز، منها مثلا مادة الفوسفات، ويبلغ الاحتياطي ديالها نحو 3 مليار طن بقيمة 1.8 تريليون دولار. والجزائر تضم أيضا أكبر منجم للحديد بالعالم، واحتياطي من اليورانيوم كيوصل إلى 30 ألف طن، واحتياطي من الذهب كيوصل 100 طن. أما الطاقة الشمسية الحرارية في الجزائر فتعادل 10 أضعاف استهلاك العالم الطاقة الكهربائية، إضافة إلى ثروات أخرى. لكن مؤشرات الاقتصاد في الجزائر والأوضاع المعيشية تنحدر نحو الأسوأ يوميا، فربع سكان الجزائر تقريبا يعيشون تحت عتبة الفقر حسب تقرير للبنك الدولي. حاليا تشهد بلد 1.5 مليون شهيد انتفاضة كبرى غتكتمل بما أسماه المحتجون بجمعة التأكيد، سيخرج فيها الجزائريون بمختلف فئاتهم في مظاهرات سلمية الجمعة المقبلة، ويناديوا بأعلى صوت لا للعهدة الخامسة ولا لمهزلة ترشح لوحة في انتخابات مقررة 18 أبريل القادم، في وقت تضم فيه البلاد قيادات شابة قادرة على السير بالجزائر نحو غد أفضل. فإلى متى غيبقى بوتفليقة كيترشح كرئيس للجزائر؟